الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسم موقف مصر في قضية سد النهضة بعد اكتمال البناء، وإيه الخطوات اللي ممكن مصر تعملها لو إثيوبيا ما استجابتش لكلام وحقوق مصر في مياه النيل؟ إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية في ملف سد النهضة؟ والخطوات اللي جاية هتكون في أي اتجاه؟ ده اللي هنعرفه هنا في 5 بالعربي. في المؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، اتكلم عن موضوع شاغل بال كل المصريين بقاله سنين، وهو سد النهضة وحقوق مصر المائية. مدبولي بدأ كلامه بالتأكيد على إن مصر مصممة على حماية حقها التاريخي في مياه النيل، وإنها مش هتسيب أي حاجة تهدد أمنها المائي، لأن المياه بالنسبة لمصر مسألة محسومة، وإنها مش هتفرط في حقوقها مهما حصل. مدبولي وضح إن مصر كانت طول الوقت بتحاول توصل لحل مع إثيوبيا والسودان بخصوص السد، يعني دايماً كانت بتسعى انها تحافظ على مبدا التفاهم والحوار علشان نقدر كلنا نستفيد من النيل بدون ما حد يتضرر. وقال ان كان في صعوبه كبيره في التفاهم مع اثيوبيا، وان مصر عملت كل اللي تقدر عليه علشان توصل لاتفاق يلزم كل الاطراف وخصوصا اثيوبيا، ولما وصلت الامور لطريق مسدود مصر ما وقفتش، بالعكس راحت قدمت شكوى رسميه لمجلس الامن الدولي وقالت بصوت عالي ان حقوقها في مياه النيل خط احمر مش هتسمح لاي حد يتعداه. ولما جه وقت بناء السد مدبولي وضح ان مصر فضلت ماشيه في المسار الدبلوماسي، وفي نفس الوقت شغالة على الأرض بشكل عملي، بمعنى أنها ما كانتش مكتفية بالكلام، لا كانت بتنفذ مشاريع ضخمة تخص الري ومعالجة المياه علشان تتجنب أي أزمة ممكن تحصل. على سبيل المثال تم تنفيذ مشاريع في معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه وتطوير نظم الري في الأراضي الزراعية علشان نوفر كل نقطة مياه نقدر نوصلها، والمجهود ده مش بسيط لأن الحكومة صرفت ملايين الجنيهات في المشاريع دي، وده كان السبب الرئيسي في إن المصريين لحد دلوقتي ما حسوش ان في نقص في المياه رغم كل التحديات اللي مرت علينا. كمان مدبولي اكد ان مصر استطاعت انها تحافظ على مستوى المياه في بحيره السد العالي، وده كان انجاز كبير رغم الضغط اللي ممكن يكون حصل من ناحيه سد النهضه. وقال بشكل واضح رغم ان سد النهضه اتبنى واتملى في مراحله الاولى الا ان بحيره السد العالي ما تاثرتش، وده شيء كان يبان شبه مستحيل من غير المشاريع اللي مصر عملتها، لكن التحدي الاكبر لسه قدامنا. وده اللي اشار ليه مدبولي لما قال اننا خلصنا من مرحله البناء والملء، ودلوقتي جايين عند مرحلة التشغيل، ومرحلة التشغيل دي بتعتبر أخطر مرحلة، لأن لو إثيوبيا قررت تدير السد بشكل فردي من غير تنسيق مع مصر والسودان، ده ممكن يسبب مشاكل كبيرة لكل الأطراف. علشان كده مدبولي قال إن من الضروري يكون في اتفاق رسمي يلزم كل الدول بخصوص طريقة تشغيل السد بحيث ما يضرش أي طرف من الأطراف. وأشار كمان لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اللي قال إن مصر ما اتضرتش من ملء السد، وإننا مش هنقبل إن يحصل ضرر لمصر أو للسودان في المستقبل. أبي أحمد كمان قال انه مستعد لتعويض مصر والسودان لو حصل اي نقص في المياه بسبب السد، وده طبعا كلام يبدو ايجابي، لكن مدبولي وضح ان مصر محتاجه الكلام ده يبقى موثق في اتفاق رسمي يلتزم به الجميع علشان نضمن حقوقنا المائيه بشكل قانوني وواضح وما يبقاش مجرد وعود.